اف بطوله جبو حيفا رمضان مشاكري بينجي فريق مشاركن طبعا غايتها مجبه بطوله انه انفوخر طابقين انهفدو ام اخلاق تربيه محبات صداقات ناظر دوده شابه طبعا اف بطوله برعايتها مركزها سردم هاريكار وباريكاريا اداره كامبا دوميزيه برها ام بهم هيفين اقول هم اف بطوله تقريبا روجي سي مبارنه ده سر ما رمضان كامل يعني تقريبا ام بهيفين جو ان شاء الله اف جمهوري مجي يعني وقت بي دمك خوش مار بقادين اف بطولامة ام دس خوش انكو مركزا سردام في بطولة شد كي بريا بينجي فريقا بينجي فريق مشارك يعني هر فريق كي جدي خورترها